إذا كان في ميدان التحرير ملايين المتظاهرين فاعلموا أنني واحد منهم، وإذا كان في ميدان التحرير متظاهر واحد فاعلموا أنه أنا، وإذا خلا ميدان التحرير من المتظاهرين فاعلموا أنني قد مت. هكذا يصف كثير من شباب الثورة المصرية علاقتهم بالميدان الذي شهد ميلاد ثورتهم. لذا لم يكن مستغربا أن يولي الرئيس المصري محمد مرسي وجهه أول ما يولي شطر الميدان. وبعد أقل من 6 أشهر خرج الرئيس المصري محمد مرسي من قصر الاتحادية تحت حراسة أمنية مشددة بعد أن وصل المتظاهرون إلى محيط القصر وكان غالبيتهم من ثوار التحرير، وهتف الجميع هنا يسقط يسقط حكم المرشد. والمرشد هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع الذي بايعه الرئيس محمد مرسي على السمع والطاعة في يناير عام 2010. لكنه أثناء الحملة الانتخابية لمرسي أعلن أنه في حل من بيعته ليمهد الطريق أمام قطع علاقة الرئيس المنتخب بالجماعة التي تربى فيها وبالحزب الذي ترأسه. زعلانين؟ ده انا شايف الوجوه كلها مبتسمه. علاقتنا مع مؤسسه الرئاسه، صحيح ان السيد رئيس الجمهوريه كان هو رئيس الحزب وينتمي الى هذا الحزب، لكن ارى ان مؤسسه الرئاسه حريصه في هذه المرحله بان تتعامل مع كل الاحزاب على قدم المساواه. هنا بيت القصيد، فطبيعه العلاقه الملتبسه بين الرئيس والجماعه والحزب في راي كثيرين تلعب الدور الاكبر في توجيه دفه حكم مصر. ومصالح الجماعة وارتباطاتها الإقليمية والدولية تحدد كما يقولون مجال التحرك الدبلوماسي المصري. ووفقا لهذا التصور استقبل القصر الرئاسي في السر والعلن عددا من قيادات الجماعة، وشكل عدد من قادة الحزب والجماعة العمود الفقري لمستشار الرئيس ومساعديه، حتى تلاشت وفقا لأصحاب هذا الرأي الحدود الفاصلة بين مصر الجديدة حيث قصر الرئاسة والمقطم حيث المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين. الإخوان أرادوا أن يحولوا رئاسة الجمهورية إلى شعبة من شعب الإخوان، وأصبح محمد مرسي هو مسؤول رئاسة الجمهورية في مكتب الإرشاد، ملف رئاسة الجمهورية في مكتب الإرشاد محمد مرسي هو المسؤول عنه. ولأصحاب هذا الرأي شواهد كثيرة يرون أنها تعزز وجهة نظرهم منذ اعتلاء الرئيس مرسي سدة الحكم حتى أزمة الاستفتاء على الدستور. الإخوان نفسهم مش يعني بيشتغلوا الأجندة خاصة، وأداء الدكتور مرسي بيعبر عن ده. فأعضاء الجماعة هرولوا نحو دار القضاء العالي حيث مقر النائب العام ظهر يوم 22 نوفمبر، وقبل أن يخرج الرئيس مرسي بإعلانه الدستوري. الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. لم يكن هذا الفريق في حاجة لأدلة على أن الطريق من مصر الجديدة إلى المقطم قد بات مفتوحا، بل ووصل الأمر بهم إلى القول بأن نص الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة قد كتب في مكتب إرشاد الجماعة قبل أن تعلنه الرئاسة، واعتبروا هذا المشهد كاشفا لا يحتاج لأي اجتهاد. يعني دعنا من الهجوم، وأنا أرى كثير من الهجوم هجوم غير مبرر سواء على الرئيس محمد مرسي أو علينا، لكن بالمناسبة صحيح إن إحنا بنخرج، إحنا أنصار الرئيس محمد مرسي، لكن أنصار الدكتور محمد مرسي مش الحرية والعدالة لوحدهم ولا التيار الإسلامي لوحده.
وقعت الواقعة إذن، وبات الرئيس وجماعته في مرمى نيران المعارضة التي اتسعت دوائرها بعد أن وحدها إعلان الرئيس الدستوري. ودارت عجلة المواجهة بين الطرفين، مواجهة تعددت ساحاتها وتنوعت الأسلحة المستخدمة فيها، وكان القضاء في عين العاصفة التي هبت على الجميع. فاجتمع نادي القضاء بدعوة من رئيسه أحمد الزند الذي منحته تلك المواجهة فرصة ثمينة لترميم شعبيته التي تآكلت بسبب مواقفه من النظام السابق. وبدا الرجل كرأس حربة فريق الدفاع عن استقلال القضاء بعد أن كان يمثل حائط الصد الذي بناه نظام الرئيس السابق حسني مبارك لمواجهة تيار الاستقلال في صفوف القضاء. واتسعت دائرة الصدام بين مؤسسة الرئاسة والهيئة القضائية، ودخل الجميع في لعبة عض الأصابع. فمن يصرخ أولا؟ الرئيس المدعوم بقوة فصائل تيار الإسلام السياسي التنظيمية والحركية، أم القضاة الذين رأوا في الإعلان الدستوري اعتداء غير مسبوق على استقلال هيئتهم؟ وتحول قرار إقالة النائب العام عبد المجيد محمود من مطلب ثوري نادى به ثوار التحرير إلى تحرك مرفوض، لأنه يمثل اعتداء على استقلال القضاء من جانب، وترسيخا لفكرة التخلص من معارض الرئيس بغض النظر عن موقفهم من الثورة من جانب آخر. ذات الأمر تكرر مع المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا، والتي اتهمها الثوار بتنفيذ أجندة المجلس العسكري أثناء فترة توليه تسيير شؤون البلاد. فالمرأة التي جاءت من صفوف المحامين لتلتحق بالمحكمة الدستورية العليا إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وجدت نفسها في مواجهة الرئيس وجماعته وأنصاره، بل وفي مواجهة قطاع عريض من قوى الثورة. المحكمة الدستورية في مصر مصنفة لدى مفوضية الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة باعتبارها الثالث على العالم في القضاء الدستوري، في إطار مرجعية هم بيضعوا معاييرها. معاييرها بتكون هي قدرة المحاكم على حماية الحقوق والحريات العامة في قضائها، قدرتها على حماية حقوق الأقليات، قدرتها على ضبط العلاقة بين سلطات الدولة بما يحمي الدولة الديمقراطية والقانونية، قدرة المحكمة على ضبط التوازن في حقوق المواطن وحقوق والحق في الأمن العام أو النظام العام للدولة. هذه المعايير الموضوعية بتطبقها الأمم المتحدة على المحاكم الدستورية فتقيمها. المحكمة في مصر موقعها متقدم في العالم، وبالتالي فهي مراقبة دوليا. أحكامها بتترجم في بعض الأحيان ل 13 لغة. الحقيقة ما حدث كان رد فعله على المستوى الخارج خطير جدا. وأمام ضغوط الداخل والخارج أدرك الرئيس مرسي أن إحراز النصر في معركة تمرير الدستور تحتاج لتراجع تكتيكي في المواجهة مع القضاء، فدعا المجلس الأعلى للقضاء وأكد على احترامه للسلطة القضائية. في ذات الوقت كان وزير العدل أحمد مكي وشقيقه الأصغر نائب رئيس الجمهورية محمود مكي يبذلان مساع لاحتواء الموقف. وقد أعلنت من قبل، وها أنا أكرر اليوم لأؤكد، أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم يقصد به أصلا ولا يمكن أن يقصد به، لم يقصد به أصلا أن نمنع القضاء من ممارسة حقه، أو نمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين إذا كانت محلا لطعن. لن يتم اللجوء إليه فعلا إلا فقط كما قلت قبل ذلك، إلا فقط فيما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم. أرضى الرئيس مرسي قطاعا من القضاء بالتراجع عن إعلانه الدستوري في الشكل لا في المضمون كما قالت المعارضة، وشيئا فشيئا اتسعت دائرة مؤيديه في السلطة القضائية ذات الطبيعة المحافظة. في الوقت نفسه كانت الأحداث تتصاعد، والمواجهات في الشارع يتسع نطاقها، وانقسمت مصر إلى معسكرين،
وحاصر المعارضون قصر الرئاسة بأسرع وأقوى مما توقع الجميع.